ما دخلت على بيس واحد طلع عنده سيارات. او ماي جاد دراك احمر يا كلب يا زومبي يا نعال تعالك زومبي. اوكي اليوم اللي بتعرفوا انتوا انا عندي يمكن حلقتين او ثلاثه نزلتها على السكام، بس كانت المشكله بالسكام انه كان تسوي لي مشاكل بسبب انه كان عندي لابتوب واف بي اس، فما كثير تعمقت بلعبه سكام. اليوم ما راح نلعب بسيبر مانك، اليوم راح نحاول نتعلم كم شغله بسيطه بالبدايه ونجرب اللعبه، ومن هون شباب راح ننطلق تمام لحياه السكام، ومن بعدها راح ينفتح سيرفر مامكالو ونجتمع كلياتنا من بعض. اوكي انظبط الشخصيه لاول مره. يعني ليش السمين بيكون عنده الذكاء عالي؟ سؤال يراودني. طب راح اسويهم على كيف راندوم على كيف وهن يزبطوا لي اياهم، مع انه اول مره ما راح كثير اركز، بعدين بسيرفر مامكالو كلهم راح نغيرهم. اوكي ونعمل لك كرييت. شباب ما حاسين انه في طويل شوي؟ والله في طويل. الريش يا صديقي شاتصنع البو حسب رافت. هون ينبصل طيب. ايت رح اكل بصل. اوكي من الصبح شباب اضرب بصل. بس ليش هيك عتم؟ اخوي انا رح اضل بهذا البيت. ايش في جرب؟ اوه ماي جاد زومبي. العب لك هي اخرته زومبي واحد يخوفني. ها ها يا شيخ صبح صبح عم الشيخ. ايه فرق كثير يا رجل. انا دخلت نزلت الشمس والله كانت الدنيا الصبح. انا دخلت نزلت. اوكي وين رسبنت؟ انا مرسبن يا معلم بالبي 2 يعني المربع البي 2. اه تعيش لبست لعبي. او ماي جاد نو. خلينا نجرب. اوووو جايز هلا 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 تعال ايش نشغل. هلا لازم اشغل هي. هلا لازم يشتغل هذا الميمز عليها. اونيكا اي هاف ا دي يا ليتس جو. اوه هذا بيس واحد هات. شفته هم دخلت على بيس واحد طلع عنده سيارات. والله انشل انشل ابزيك انشلوا. تعال نفتش ايش في اغراض. او ماي جاد ايش عنده؟ بوكس حديد شباب. عنده مصاري جام باودر 150 جام باودر. لازم المفتاح تبعها. صابون يا ورا شباب عشان ما يحس علينا. اوكي مكانها بال اوكي عرفت وين. اوه ايش اللي بس والله يا. اوكي قصينا بالمقص هذا. شوفوا خبره السرفايفل كيف تصير. اوكي هلا راح ينزل. اوكي بالهات طب بدنا الراك عنا يا وعنا والله جاهز عنا كل شيء. هلا والله حي الله. ليتس جو ليتس جو. هلا مالك حبيبي. هلا سولو. هلا احمد شكون عم فولو. اول شنطه عندنا. كفو كفو سوينا اول شنطه. معناتها تعالوا نقطع بنطلوني اللي هون شات ارتاح شوي. اوكي اما ادخل على شيء بيت تمام. بتلاقي كنبايات. هذا البيت اللي دائما اتوقع يسكن فيه مامكالو. هاي السيف زون تبع مامكالو. لك اطلع لك هذا البيت اللي يسكن فيه مامكالو. انا شباب انا كثير قوي. اوكي راح اورجيكم شغله. والله لاعبي لبس ثياب الزون. انتبه هم عض بالليل بيتحولوا بعضني. اخوي ما تمدكني اقزك بالليل. لا لا اخوي راح امدك. الصراحه بعرف تو راح تعمل فيني شيء والله. لا اخوي انا لسه ما اجي لعندك لسه ما وصلت. شايف جنب الآت 2 في هيك على يمينه مفترق طرق؟ كلها مفترق طرق. على اليمين على اليمين الآت 2. اخوي ما راح لك نحكي لك علاج لسه ما صار لساتنا اول الصبح لا تخاف. والله ما راح تقتلني مو؟ هلا راح اقتلك. انا بعرف راح تقتلني. لك ما راح اقتلك خلص تعال. ايه مزبوط. هذا انت برا؟ انا بضيعة برا. ايه انت عندي؟ ايييي مان. والله لا تقتلني بموت. ورجيني عينك. لا تقتلني. او ماي جاد دراك احمر يا كلب يا زومبي يا نعال تعال لك زومبي. تعال خلص تعال 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 بربك عن جد ما في لي علاج. اكيد والله انت عذبته. في سكينه من ايدك لو تعال. يا الله تعال لجوا عشان ما حدا يشوف. اوكي
اوه شوف ذاك الراديو ايش حلو شفتوه. تضحك علي؟ رانا اسرع منك ها؟ تعالك! تعال لك علاج تعال. خلص صار لي ساعة اركض له يلا. تعال نعمل سكوات صحيح تعال. عم ضمدك عم اعطيني فيك كالعادة تعال تعال. اي كف. وين الإضاءة عندك قبل؟ طب ما تطلق جروحك هلا اوكي؟ اي كف. ما راح تقتلني؟ ألقيته الزيتون آكله؟ وين؟ قلته يلا عم باكل. عيف زيتون هذاك حيوان. أنا أقول مين عم بسرق الزيتون دوم من عندنا بالحارة. ليش كل اللبس لابس ليش؟ أنا بالي يغمى عليك. والله سوري. أوه ماي جود إيش لقيت يا أمه؟ أوه ماي جود يا أمه إيش لقيت؟ إيش؟ لقيت شنطة بتسع مليون شغلة، مليون حرفياً. الحمد لله يا ربي. استم بلي بلي. اوه نجيب المسجله معنا. انا ما انسان احب الموسيقى شباب. انا انسان ابن موسيقيه. ايش هذا؟ قوي. ليتس جو. موسيقى جديده شباب. يا اخي ما في اكل باللعبه. ايش عم العب ديزي انا؟ طيب مالتي بلاير يا جماعة. هاي اللعبة ما فيها أكل. زبالة. كومون. الدروب. بالبيت لقيتي بنص البيت لقيتي بتشوف هيك شارة دروب. قريب علي يعني. جاني زومبي أخوي. عشان تعال مشان لا نعم. عضك أخوي. أخ. إيش هاد ما بي. كثير قويين. لك ايش هاد؟ انا بالبوكسات قلت والله وكيلك. يلا صار عندي ستة مويه. ولكني يا عم معي كتام. ايه مكتم؟ ايه لعبي معاه بالزور. ايه والله طلعت منيح. هلا والله. عطيك سيارة؟ يب. هلا سرين يوجين تعال على الدروب تعال. انا على الدروب. قدامي مية معك ليش؟ كاني الركض بيعمل. تسمع شي صوت سيارة؟ لا. كلوز. هذا انت؟ هذا زومبي. هاي زومبي. هلا والله. حي الله. راح ينفجر بعد 30 ثانية. هذا انت شي عم بيدخن صح؟ لا لا ارجع للدروب راح ينفجر بعد 30 ثانية. وانا عم كبر لك عم قطع جسم غلط. لا لا والله ما اتركك تموت. وينك امو؟ خذني. انا عندي الدروب. ركب ركب. 10 عم يجي نقاز. اهرب بسرعة 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 روح. الله هربنا. او ماي جاد كمية اللاج. ايش ايش الانفجار او الانفجار قوي ما اعرف ايش. خلص هدي 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 لاج. يسينك للسما بهاللعبة. لك في لبس لك في اكل جوا هذا جوا السيارة؟ ايه والله عم اشرب حاليا. لك بس اوه في شت جن. اوكي نجرب. لا لا ايش هذا؟ وات؟ ايه شو قتلني؟ اثنين من وراك طخوك يا زلمة. اه بيتشكا ما قتلنا يا فرحة ما كملت. وين انت؟ هلا ايش همعي الحين ايش؟ تعلمنا البيسك الاساسيات فهمت كيف؟ انا تعلمت السواقة باللعبة الحمد لله. انا تعلمت انه دروبات باللعبة وتعلمت كرفة شنطة وتعلمت انه اسب العالم بد... انت بالمطار يعني؟ لا انا بنص البي 1 هيك هي النقطة البريطانية هيك البيوت البريطانية اللي بنص البي 1 شفتها؟ جايك اخي جايك. يلا اخي تعال. زعلت على السيارة. أنا قلت كان لازم قال له هيك. أوني
مشكلة عمال ايش يعني ايش خرامهم عم بيسووا هنيك بالغابة؟ معناتها هدول نفسهم عطوك السيارة حبيبي. لا 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 غير لباس هدوليك. وين دليلك؟ دليل انه كان معن سيارة تانية. يلا جايك اخوي جايك. ايه واخيرا لقيت بومبكن روبوت. نو ايش بدك؟ نعم بطح. What the heck؟ يركض؟ لا والله معنى ليه ما كنت شوي معنى كل شيء أكلت ورجعت طالعته لبرا. يا أخي هذا لاعب شلون بيشبع لسه له صفر طعمته زبدة وطعمته يقطينه لسه. Oh my god أمه لو تعرف إيش لقيت. دخلت مكان القسيس تمام عنده كان مسدس جوا. هذا قسيس سفاح هذا. اوه ماي جود رجعت لقيت شنطة كبيرة أكبر من شنطتي. مو البيوت اللي على يمين البي 1؟ لا لتحت لسه بالنص. هاي فيها مليان فواكه يعني فهمتوا كيف؟ اوكي ناكلها كلها كثير مفيدة كثير طيبة. هاي لهمه كان هو ياكلها والله اذا وصل عايش بس لانه هذا جاع. هو صار الاكل عندي 29 اوه ماي جاد الاكل تعب عندي اوعى بيزيد الاكل صار الاكل 42. هو في زومبي ميت هون. بروك لك اقعد لك. هاي تومي يو سموكينج هاي صرت هما خبير قتال زومبي بوليس ستيشن معناتها في اسلحة يا شباب. او ماي جاد كمية الاكل اللي معي لك ما صارت يلا يا خلاص ما رح نموت من جوع. لا وهي كيوي كمان اما نتحلى فيها كيوي نايس مفك براغي نايس هاد لابوزو لابوزو يا كمان وبلو بيري. هلا بالاغلب بوليس ستيشن ايش بيكون فيه تشات اسلحه ايش هذا رصاص ما عنده رصاص مسدس اي شارع فيهن ما في عمود اخ في جنب في عمود شفتك 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 امه تعال عندي تعال مين تلا ايش جايب زومبي الدنيا وراك طبعا لعند عفو لك اخ الا عند ممكن بعد الله تركوني والله هنا لعن ابوك لعن ابوك رح بكسه بالزكفة عصي ما عدد لك هم تحرك علي اثنين يا كلب بكفه بالزكفة الفزعة معك شي تضرب انا معي ايدي بس لك اضربه طيب ليش هتفرج عليها لك رح يعطني لك انا لا وعم بيلوت بعد ما قتلت انا هو عم بيلوتن لبسك احسن على فكره وهي بنت لك تعال شوف ايش هي مين عامل هيك تعب تاكل لا انا رح انا 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 رح اكل انا رح افتح لك نفسك لك انا اكل اوكي كنا تعرف ايش نسوي نجيب شغله نقصص لبسك مشان نسوي لك هذا شنطه يا اخي في صوت زومبي ها جرب عليه ايوه ما يلا ما اوه هاي يا اخي ما ضعت تربايتنا فيك تربايت السرفايف الصغير روح العب ايوه بس ممكن اعرف انه ليش ما يضرب بالفك الله عليك اخوي العب العب صار بدك مساعده يمكن ايش بعيدك ضابط ثلاثيك المره تحت طاقتك شوي تحت طاقتك حتى اجول تعبك ما بدي يا تقتلني والله بعطيك بالمرة تانية مثل بايب على راسك سلاحة سلاح طاقية مو لبسك كله ايش يا اخوي ما قلتلك بدي اسوي لك شيء قلتلك طاقيتك شلع لا رجع الفيل ولك لبوس الفيل تعال شو دير يا والله طلعت احمر ليش معقول كل على فكرة انت عم تطوي احمر على فكرة عندي كمان انا ازرق يا اخي انفايت سكواد يا اخي طب كيف صحك تعال خذ اي فنجان قهوة اخوي غيرك ما تصحصح اي والله هذا وتحت على الارض شوفوا لا 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 ايش في والله هذا بوليس ستيشن هذا قصدي بوليس هذا هذا مو من حرس ال خلص مات 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 لا تخلي فيه اخي ارجع سرقة الكازينو ما تلمتت ما كان بدي اخليه يقوم انا بدي ارفسه اساس يمكن انا خربتك واحدة بالغلطة والله تحسن ترسبن عندي؟ ثواني يخلص التايمين
لا طالع لي راندوم تو عم يقول لي داينج ان 6 معناتها فيني افيك ياب جرب تشوف فين تشيك ريفايف ريفايف ما عمل لك ريفايف شوف البس لبس المدرع البس لبس المدرع مشان ثاني مره اوكي اوكي وراك هو اشوض على الريفايف تعمل ايش ويك اب طلع لي اي هلا طلع لي يا اخوي لازم تعرف ايش نسوي هلا لازم نضل هون نعمل لحالنا ريفايف انت احسن تتعب معك شيء مقص شغله لا راح اروح بسرعه ادور انا اوكي انتبه هماله يدخلوا عليك خليك معنا جوا خليك بالبلاي ستيشن اوكي انا سكر الباب علي يا اخي الزومبي كثير ذكي اوكي حبسنا واحد ابلع يا اخي موت كفو كفو والله حميد في غيره معه بابيت اي معه عين هما هذا عين ايه والله انا بس افهم شو متت انت زومبي حاولت اقلش اضربه من ورا الباب يعني عم قلشك وضربك هو من ورا الباب مساطو بوكسين اخشي مصاري بوكس ليه ايه في يدنا انه فيك تاخذ اي بيت من هدول تركب قفل على الباب وتسكن جواته والله عرفان والله عرفان لا اخوي ما راح اتخانق معك في زومبي ثاني فوق خلص فرشك التوكسيك بالشات اللعبه كراينج اوه ايش صار؟ ايييييي هيك عم يسوي فيني الزومبي خليك جوا يا كلب كم ما جاني واحد مدرع فهمت كيف؟ ها؟ ايش؟ ليش عم يتخلص من واحد عم جاني واحد ثاني واحدة انسداحية لعيون الشباب هذا سمين شباب هذا سمين تعالك خراد عبون تعالك ارمي الزبالة تعالك ديكي اذا لاقي سيارة مكسرة اقدر اصلحها ها لك هموت اساعدني بسرعة يلا ماي جود ماي لابس انا زومبي بلحوني نو ثانك يو امه لقد ساعدتني كده اليوم بدك باندج؟ دمي بطاطا اذا بدك باندج اللي في معي لك ليش مشلع حولك؟ مين انا؟ ايه؟ لابس ثيابي والله ليش مشلع المرة؟ مشان هيك تعبان اتوقع بلحق زومبي زلمه طلع دمي عم بينطق يا والله اذا بدك تلحق هيك سمين اكيد ما راح تتعب ما راح تموت خاف دمي عم ينقص دمك عم ينقص اكلك تعبان شربان مرضان جوعان مع انه والله كزيد سوك كل هدول كمان تعال ايش صار؟ ايه ما خليك ولا اجيب لك شيء اوكي واجي اوكي؟ مبسوط؟ لك انا هانجري انزل لك انزل ليش سكرت الباب؟ اتركوا اسحب عليهم مو عيب ابو حده جي زومبي لا تقرب انت ولا بوكس واحد تموت ولا قرب انا حتفرج صدرك اي والله صدر لاعبي راح فيها ليش هيك؟ انا كمان قرب لك حظ اخ يا حمار ضربنيني الله يلعنك والله معلق عليك هذا معلق Don't stop, we gon' make the game go. We